أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام
حقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم ثلاث ليال سويا قال ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العظيم.